بدورهم توجه العشرات من أبناء المناطق الشرقية لمحافظة حضرموت في موكب كبير إلى مدينة المكلا عقب إيقاف موكب القيادي في الحراك الجنوبي حسن باعوم في نقطة ضبة بمديرية الشحر. وقال المشاركون إنهم واصلوا الزحف من مناطقهم إلى المكلا رغم إيقاف الأجهزة الأمنية موكب باعوم تأكيدا على الاصطفاف ورفض الوصاية والاحتلال. الجماهير المتوافدة إلى هذا الساحة مدينة المكلا لمواصلة فعالية 30 نوفمبر عيد الاستقلال الوطني الذكرى 54، بالرغم من المنع الذي تعرض له قائد الثورة الجنوبية من قبل السلطات الإماراتية وسلطة المحافظ، منعه ولا يزال في النقطة موقف نقطة الضبة، ولكن الجماهير أصرت على مواصلة فعاليتهم من شحير والمناطق اللي بجاور المدينة المكلا. نحن موجودين الآن أمام جسر بارجاش، وهو شهيد، أول شهيد للحراك السلمي. كل الجماهير الآن موجودة منتظرين وصول الزعيم باعوم الذي منع في نقطة الضبة، ورغم هذا سيستمر الناس بالتوافد، سيستمر الحفل، سيستمر الحشد إن شاء الله، وسيستمر الاحتفال ب 30 نوفمبر عيد الاستقلال، عيد الكرامة، عيد العزة والحرية إن شاء الله للشعب.